قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان اللجوء الإنساني في الشدائد. وقد ناقشت الحلقة دور الكنائس في استقبال الأشخاص المهجرين في ظل اللجوء القسري وقت الحرب، كما تطرقت إلى ما جاء في الكتاب المقدس عن الحروب. فإلى هناك، الكنيسة دائما حاضرة في وقت الشدة، في وقت الألم، وطبعا رسالتها رسالة إنسانية إنها تساعد الناس يقدروا يتخطوا هذه الصعوبات. ذكرتيني دكتورة بالأيام أحداث سقوط الموصل، عملية كتيب إذا بتتذكري، نعم، أخلاقيات العمل الكنسي، نعم، وحطينا فيهم هاي الأمور إنه كيف تتعامل بأخلاقية الكنيسة. نعم نعم. صباحك نور أستاذ وائل. يسعد صباحك. شكرا لإلك ولوقتك، انا بعرف انه عندكم وفود ووقتك ثمين، كنا حابين تكون معنا في الاستوديو لكن باتصال هاتفي يعني بقضي الوقت، لكن ان شاء الله بنستضيفك بعد الانتهاء من زيارات. بيشرفني اكيد. وائل سليمان، سيد وائل سليمان، مدير عام كاريتاس الاردن، وللي ما بيعرفوا يعني، بس اكيد الكل بيعرفوا عنا هون بالاردن، وجهوده طبعا مش مخفيه، فدائما هو حاضر انسانيا اخويا، وايضا كمان في الوقت الشده والصعاب دائما حاضر. وعتد كمان عندكم الدورات التدريبيه والتوعويه والتنميه البشريه وايضا مشاريع الانتاجيه، فيعطيك العافيه يا استاذ وائل. صباحك نور. صباحك نور ابو فادي، الله يخلينا اياك، اخذنا من وقتك وانا عارف انت وين. لا يعني لا ابونا، لا يا حبيبي. حبيبي تفضل. استاذ وائل، نحن في موضوعنا اليوم عن الدعم الانساني وقت الشدائد، وهذه رسالتكم انتم ككاريتاس وايضا كمنظمات انسانيه في وقت الشدة، بيكون عملهم دائما مكثف، ولكن جوهر هذه الخدمة أستاذ وائل، تعطينا يعني موجز عن لما تقومون به ونتدرج، ومن ثم أيضا الآن شو رسالتكم بخصوص الوضع القائم في مع فلسطين الأراضي المقدسة وبالأخص مع غزة. هلا اكيد اول شيء يسعد صباحكم، يسعد صباح كل الاشخاص اللي عم بسمعونا اللحظه هاي. الله يسعدك. الكاريتاس مثل ما الكل بيعرف هي مؤسسه تابعه للكنيسه الكاثوليكيه، هي ذراعها الايمن بالعمل الانساني والاجتماعي. هي اكيد المؤسسه اليوم مثل كل مؤسسات موجوده بالاردن او موجوده باي منطقه بالعالم اليوم بتمر بصعوبات وتحديات، العالم عم بتغير، الاقتصاد عم بتغير، فأكيد حتى العمل الإنساني مع الأسف عم بتغير، لأنه اليوم الحالة اللي عم نعيشها بالأردن اللي هي الوضع من سيء لأسوأ، لكن التمويل من سيء لأسوأ. نعم. نحن اليوم بفضل ربنا، بفضل المجهود الكبير لفريق كبير موجود بكاريتاس، احنا 370 موظف موجودين ب 17 مركز طبي واجتماعي وإنساني. نحن نستمر بخدمتنا لكن أكيد مش بالحجم اللي كان موجود بالسنوات الماضية بسبب الظروف اللي عم بتمر فيها المنطقة، بسبب الظروف اللي بتمر فيها العالم. فمع الأسف صار في حروب، صار في مشاكل بالعالم بتتطلب من الممولين يتحركوا مع هاي الظروف، لكن نحن لساتنا ثابتين. وأنا دائما بعيد بكفي نفكر بال370 عيلة اللي موجودة بكاريتاس وهم بيشتغلوا، لكن الخدمات موجودة، خدمات طبية، خدمات إنسانية، خدمات زي ما تفضلتي توعوية، عندنا برامج هائلة، خدمات بالإرشاد، وعندنا بعض المشاريع النوعية بموضوع الموسيقى، العلاج من خلال الموسيقى، العلاج من خلال الفن، وهلأ في عندنا مشروع جديد العلاج من خلال الرياضة، كلها مشاريع كمان هاي نوعية. وأكيد بنكمل ندعم طلاب بالمدارس، طلاب بالجامعات. لكن الشيء اللي انا دائما بعيده وعدته بحلقه بقناتكم المحترمه بنور سات، لما انا خبرت انه اليوم نحن ما عندنا الامكانيه لتغطيه كل الحالات اللي بتدق باب كاريتاس، مع الاسف نحن قادرين نتجاوب مع نسبه مئويه بناء على المشاريع المتوفره بكاريتاس. فعلا كانت عندنا كثير في تواصل وقت المهجرين العراقيين، وأيضا وقت
السوريين بمخيم الزعتري، وكان في عنا تنسيق ما بين نورسات وبين الأستاذ وائل مع كاريتاس لننظر الوضع القائم في كيف الخدمة، ممكن نقدر نساعد، نقدم محبتنا ونقدم ما يتوفر من إمكانيات. فأنت كمان أبونا كنت كمان عندك مستضيف في كنيستك بمرج الحمام لما كنت كاهن رعية هناك، كنت فاتح القاعة للمهجرين العراقيين. نعم صحيح، خبرة روحية لا تنسى. نعم. على مدى الحياة وعلى ضوءها كنت بحكي قبل الاتصال، عملت كتيب عن أخلاقيات العمل الكنسي. نعم. من خلال خبرتي مع هدول الأشخاص اللي يعني كنا إخوة مع بعضنا البعض أكثر من أنه هم ضيوف، لأنه الفترة طولت والإقامة طولت وكنا نأكل ونشرب مع بعض، فاختبروا اهتمام الناس بطريقة جذابة إذا جاز التعبير. نعم. زي ما تفضلتي قبل شوي، الأردنيين كمان نص الشعب من أصول فلسطينية ضاقوا التهجير. نعم. ولذلك اليوم بيكونوا متعاطفين أكثر الأردنيين من أصل فلسطيني، والأردنيين العشائريين اللي هي من نخوتهم ومن من في جيناتهم مزروعة إنه إغاثة الملهوف. وإحنا كمسيحيين يعني كنتم مريضا فزرتموني، كنت جائعا أطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني، يعني هاي فحوى لرسالة يسوع المسيح. نعم. هي خدمة اللاجئين. ويعني بال 2014 ذكريات لا تنسى، كان في عدد أطفال كبير عندنا بالمخيم الكنيسة، ولما بتذكر حضرتك كمان لما كنت تيجي وتشوف الأطفال اللي هم قعدوا فترة طويلة بدون مدرسة، بعدين رجعت جمعية الهدف استطاعت إنها تأمن لهم مقاعد دراسية. قبل هيك لما كنت تحملي لهم الشاشات الصغيرة والآيبادات والشغلات، اللي أفكر أنا أقول الدكتورة شو هالعاطفة الأمومة اللي قاعدة بتفكر بالأطفال بهالإشي، ويعني في الظروف اللي هم فيها انهم يمسكوا الجيمز ويحضروا ويلعبوا، وجبنا لهم انترنت بدعم من حضرتك بهذيك الفتره. فكمان حضرتك يعني حسينا في عاطفه اموه عاليه جدا معهم، ولليوم بعدهم هم انتشروا بالعالم خصوصا باستراليا الاكثر العدد منهم، كلهم معي ومعك على السوشيال ميديا، وان شاء الله يكونوا بحضرون اذا رجعت هلا بتوقيتهم، هي عندهم وقت مناسب. نعم ممكن. يعني بيكون عندهم الليل سهرانين هلا، سهرة الليل بتكون عندهم، فممكن يكونوا عم بحضرونا. فهي اختبارات عظيمة جدا انه الانسان يتخلى عن انانيته، يتخلى عن مركزيته ببيته بعيلته، بس بهمني انا، حتى يقدر يطلع للناس اللي برا. هاي كمان مش سهل، يعني مش سهل. صح ابونا، وكثير مهم الانسان اللي داخله الطيبة والمحبة، اللي متربي على المبادئ المهمة والأساسية في إن كان بتعليمه المسيحي، إيمانه، بتربيته، كتير مهم نربي أولادنا أبونا على هذا الشيء، يعني على العطاء ومحبة الآخر والبذل، وإنك تساعد بإمكانياتك إن كانت مادية، إن كانت معرفية، إن كانت يد العون المساعدة في إنجاز بعض المهام، الوقوف مع الآخرين، بس توقف معهم وتكون بحنيتك وبكلامك المحب، وإنك تعطيهم الأمل والرجاء إنهم مش لحالهم هن بهذا المصاب، إنه كلنا مع بعض يعني مشاركين. فبحس الواحد بقولك همه بيأسموا على الآخرين، فبيبطل هذا الصليب الثقيل. فأخوتنا اللي بيغزل وأخوتنا اللي عم بيعانوا من هذا الصراع، وإحنا بنقول كل إنسان متألم بغض النظر يعني فلسطيني أو غير فلسطيني، يعني إحنا كل إحنا ضد الألم بحد ذاته. والحرب أنا إحنا بنعتبرها زي ما قال قداسة البابا هي خسارة، ومين اللي رابح فيها؟ مصنعي السلاح. هذا ما جاء في رسالة قداسة البابا مؤخرا، أن الرابح في هذه المسألة هو مصنعي السلاح. وكان دائما قداس البابا يوجه برساله عدم التسليح والاهتمام بتسليح الإنسان إيمانيا ومبادئ روحيا، ولكن تسليح الحربي في هاي آلات الدمار هي بتدمر البشرية وبتدمر الإنسان قبل ما تدمر مدن وبلاد. فمعنا اتصال من الأخت ماري حتر. صباحك نور.
صديقة البرنامج. صباحكم نور ومحبة وسلام إليك دكتورة ولأبونا. الله يسعدك يا رب. أقول دكتورة ونحن نلتجئ إلى الرب نطلب الرحمة من الآب السماوي، علينا أن نتذكر مسؤولياتنا الإنسانية أمام قوله كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. نتذكر مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه القريب. نتذكر في ظل هذه الحرب الوحشية كيف هذه الحرب اللي بيدفع ثمنها الأبرياء. الحرب شيء بشع والكل يدفع ثمن بخسائر ويدفع الأرواح والدماء والجميع يخرج من الحرب خاسر. أقول دكتورة يعني أنا أولا اسمحي لي أقول بالنسبة للجوء، الأردن تحمل الكثير منذ حرب 48، النكبة، النكسة 67، اللجوء العراقي، اللجوء السوري، تحمل موجات كبيرة تفوق الموارد، يعني إحنا بلد شحيح الموارد. نعم. ولكن الأردن كان دوما السباق والرائد في القيام بدوره الإنساني تجاه الأشقاء العرب، فنحن نفاخر بهذا الدور ونفاخر بدور قيادتنا الحكيمة اللي كانت يعني الإنسان أغلى ما نملك، يعني هذه قيمة رسخها صاحب الجلالة رحمه الله الملك الباني الملك حسين، ونحن لازلنا نسير على نهجه وخطاه. أقول إنه يعني هذا يعني وأنا أشاهد كل يوم هذا الدور الكبير للأردن وقوافل المساعدات تدخل وتعبر إلى نصرة وصمود الشعب في غزة والشعب في فلسطين. أرى ولي العهد حفظه الله ورعاه وهو يقف مباشرة على إيصال هذه المعونات الإنسانية. أشعر بالفخر أني أردنية، أشعر أنه انتمائنا لهذا الوطن يستحق منا أن نقدم الدعم وأن نقدم الانتماء الحق والمواطنة. المواطنة لا يكفي أن تكون شعار، المواطنة يجب أن تفعل وأن نقوم كلنا. يعني أنا أرى اللجوء إلى الكنائس، يعني سمعت بنابلس ومناطق كلها الكنائس، وبرضه بالوقت اللجوء العراقيين وأبونا كمان شاهد، يعني أذكر أنه فرغ بيته حتى يعطي لست ولدت بهذاك الوقت لما زرته أنا ومعالي وزيرة التنمية ريبع وحسان. نعم. فنحن لا إنسان يأخذ من هذه الدنيا شيء، كنا نخرج منها كما أتينا، ولا الشيء الجميل ما نتركه من أثر. يعني أنا إذا كيف يعني أكون للقريب، يعني إذا يعني كيف إحنا بدنا نحكي إحنا بنحب الله والقريب اللي بجنبنا مش حابينه، مش مقدمين له الرحمة، مش مقدمين الإنسانية. فمن خلال منبر نور ساس هذا الذي يدخل الرحمة، أوجه نداء إلى كل إنسان قادر في ظل هذه الظروف الحرب الاستثنائية